اهلا وسهلا، اسمك؟ امينة. امينة ايه؟ امينة. امينة ايه من فضلك؟ امينة بتاعت الحنطور. يعني بابا اسمه بتاعت الحنطور. لا ايه؟ انا امينة اللي بغني اغنية الحنطور. انت اللي بتغني الاغنية بتاعت الحنطور؟ افتكرت بابا هو بتاعي. انا ايوه. اهلا وسهلا، بتشتكي منين؟ عايزة بقى انسى. صعب صعب صعب. انسي 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 انسى انسى ليه؟ وانسى ايه؟ انت ما سمعتش عن التحرش الجنسي؟ سمعت. طب انا بقى نفسي حد يتحرش بيا. من فضلك ايه؟ بس ما سمعتش عن حد اتحرش بسال هوا ابدا. يا دكتور انا بتكلم بجد. وانا بكلمك بجد. طب مش فاهمني؟ لا نفسي افهمك. طب حلهم على الاثنين، حلهم الاثنين. ما هو انا يا بقونس قوي يا طب خالص. انا مرعوب بالراجل ده قوي. ليه؟ ما بيعملش حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا ميسي، انا انصرف احسن. مادي هكلمك الدكتوره تشغلك. طب انا حاولت اتوب كويس، وكل يوم اقول هتوب النهارده وهتوضى وهصلي كويس، اخش الحمام يخش ورايا. مين ده؟ الشيطان. اطلع من الحمام يطلع ورايا. اخش على الصاله يخش ورايا. الشيطان برضو؟ ادخل اوضه النوم يدخل ورايا. متاكده انه الشيطان يخش؟ الشيطان يا دكتور، الشيطان والله. جيت حد عندك هنا اهو. اهو معايا معايا الشيطان هنا دلوقتي. بص يا دكتور، بص من فضلك من فضلك. انت عليك سهل قوي. عارفه فايزه احمد؟ طبعا. انت تقفي على باب شقتك تلمحي الشيطان جاي من بعيد. اول ما تشوفيه ابعد يا شيطان، ابعد يا شيطان، ابعد يا شيطان. اقول ايه؟ ابعد يا شيطان، ابعد يا شيطان، ابعد يا شيطان. ثلاث مرات قبل الاكل. في حاجه بعد الاكل؟ ثلاثه زيهم. ابعد يا شيطان. ميجا يا شيطان، ابعد يا شيطان. يعني العلاج ده مش هينيمني؟ لا ينيمك خالص. ابعد يا شيطان. تعالى شيل الشيطان ده من هنا وتوهها بعدينا بشرعين. ما سيبقاش انا بعدينا بشرعين. يلا ايوه قومي امشي اشتغلي يا شيطان. الله، البنت اللي بتركب الحنطوره اهي اتغيرت وركبت ونش. يعني دي بتاعت اركب الونش؟ وات وان وش وين وش وين وش وش وان 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 وان. طب انا عايز اعرف انتوا ليه ما دخلتوش لغايه دلوقتي؟ ما هو الاستاذ عجه هو اللي مش عايز يدخلنا. ليه كده يا بجه؟ الدنيا استاذه اياد مالك فتح علينا الارباك كده ليه؟ اوعى يلا. اتفضل يا عم تامر حسني وصبر الرباعي. يا جماعه بحسي ببساطه قايم عليكم، يعني لو وفرنا لكم الشغل والسكن والعلاج ممكن تعيشوا عيشه شريفه، ولا هتسرقوا تاني؟ لا طبعا، والا يبقى ما عندهمش ريحه الدم. انت قاعد انت وهو هتسرقوا تاني؟ لا يا باشا مش هنسرق تاني. امال يعني كنت سرقته ليه اصلا؟ بناكل عيش يا باشا. عيش؟ اصل العيش صحيح اول يومين دول يا باشا، واللي فران صحيح. افران ايه؟ افران ايه انت؟ افران ايه ده؟ انت لوحدك عاوزه فرن بحاله عشان تشبعي، على كده هيفضلوا يسرقوا طول عمرهم عشان انت تاكلي يا اختي وتشبعي. يا باشا رمضان جاي مع المدارس، انتوا لازم تشوفوا لكم حل. لا تاجلوا المدارس، لا تاجلوا رمضان. يا جماعه احنا عشان نوصل بيكم لمرحلة الشغل في المجتمع بشكل سوي لازم نبتدي بالتأهيل النفسي، وده بقى تخصص بابا. وبابا اول حاجة مش عاوز البنت المجوعة دي هنا، ولا انتوا كمان لكم لازمة. اتفضلوا. اتفضل يا عمرو بيه. شكرا. اتفضلي سلمى هانم. شكرا. اتفضل يا عمرو بيه. شكرا. ايوه من غير ما تقول اتفضل. انا غلطان يا عمي. معلش. عموما يا عمي ده عيال سيس، واللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من الكراريس. كراريس؟ شكرا. اوعى. انا اعرف انها الدبابيس. ايه يا عمرو في ايه؟ انا عاجبك كده؟ يطردني قدام العيال الحراميه؟ على الاقل لو مش مراعي انه حمايه راعي رتبتي، انا لو كحيت في الجهاز ممكن احبسهولك. ما تسيبه يشوف شغله. ما انا كمان ورايا شغل وانا فاضلكم. مالك يا ابني؟ انت خايف من السجن؟ لا مش خايف من السجن، الجهاز مضايقه ومش بتاعتي. مش بتاعتك؟ طب اجري يلا، اجري نام على الشازلونج اللي هناك ده. اجري. ايه؟ نام على الشازلونج، نام على الطبليه اللي هناك دي. امشي. قوم.
وانا بقول لك نكته، بقول لك نكته، انا اقول له اقف هنا يقول لي انت بتضحك ليه؟ اصل جزمه واسعه. عن اذنك انا ورايا شغل. على فكره يا زوزه انا هشغلك مع بيجه، بس انا عايزه اطلب منك حاجه علشان تتجوزي ميسي حبيبك. عيني عايزاكي تراقبي كل تحركاته بره العياده علشان بس نطمن ان هو مش هيرجع للسرقه تاني. حاضر. اوكي. اول حاله حماده ميسي. ميسي؟ حماده ميسي في ايه؟ بتبيع خضار هنا؟ ما تحترم نفسك. هيضربوه. وما تخنقنيش بقى وتنقطني وقول لي حكايتك بسرعه. انا وانا في المدرسه كنت بثبت المدرسين، بس المدرسين ايه اللي بيدوا دروس خصوصيه. برافو. اخد منهم الفلوس ادي المدرسين الغلابه اللي ما بيدوش دروس خصوصيه. ما شاء الله ادهم الشرقاوي. ها وبعدين؟ ولا قبل ايه يعني قعدنا في المدرسه ولا عملت؟ لا 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 ما انا سبتها. سبت المدرسه؟ اه. ليه؟ عشان لقيت كل المدرسين بيدوا دروس خصوصيه، فخدت الفلوس بقى واديتها لامي. امك؟ قوم يلا من هنا، قوم من هنا، قوم امشي امشي. تاني حاله درغام. درغام؟ انا درغام. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ اقعد 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 اكشف. حاضر. ما شاء الله جوهره يخرب عليك بالزغلل العين بالزغلل غطيها. ما شاء الله فعلا واضح ان انت كنت شاطر قوي. انا كنت من الاوائل. انت مش شايف تكوين الجمجمه ولا شعرايه؟ دليل الذكاء. ما شاء الله جمجمه شكلها عجيب فعلا. دي من جماجم الدنيا السبع. يا راجل ده بيدوروا عليها لحد دلوقتي ومش لاقيينها. ده انت لو بعتها هتجيب لك ذهب. ومش من الاوائل وبس، انا وبلا فخر اول طالب في الجمهوريه يسرق مكتب الناظر. مش معنى مكتب الناظر؟ انا قلت ابدا بالكبير يعني. يا كبير انت. قوم قوم. تالت حاله بحبح. يعني ايه ده؟ هو ده بسرعه بسرعه اديني الحقنه. قلت ايه؟ انت جاي غلط. انا مش دكتور بتاع حقن. اتعدل اتعدل. بسرعه 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 داخلين نسرق سوا. حكايتك ايه؟ بص يا حجيجه، انا بصيت لروحي فجاه لقيتني قصرت فجاه فتعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي. قولي لي ايه يا مرايتي؟ يا حلولي. قولي لي ايه حكايتي؟ يا حلولي. جايين تقفلوا عجلتي؟ يا حيلي يا قومي يلا من هنا. قومي يلا. قومي من هنا يلا. قوم اطلع بره. الله على استسلمك. دول اللي عاوزك تقوميهم. ايوه يا بابا وانا هثبت لك بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ هو حضرتك الاستاذ سيد؟ الف الف مبروك. ايوه حضرتك سيد ابو قنطه. ايوه حضرتك كسبت معانا اسبوع لشرم الشيخ. الله 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 من عند ربنا. الله يجزيك من عند ربنا. استاذ سيد نستسمحك بس ناخد صوره عشان ننزلها في الفندق هناك. الجاكيت بعد اذن حضرتك. الجاكيت؟ اه خلي بالك في فلوس. ايوه احنا عايزينه كده سيادتك عشان نضيع في الرحله. لا لا يا باشا ممكن النضاره سيادتك. ما انا كده مش هشوف. لا 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 النضاره بتلخبط الموبايل. عينك عليهم يا سلمى. حلو. ممكن حضرتك الساعه بس؟ اتأخر الصورة. ده شوك فيه. ايوه ايوه خمس دقايق اجيب الباص عشان نطلع الرحله. وانا خمس دقايق اروح وراه اجيب الباص عشان يطلع الرحله. وانا دقيقه واحده بس احمض الصوره واجي عشان مش شايف. بس ابوك فاكر نفسه واعي الكابوري. جريو؟ ما قلت لك عينك عليهم يا سلمى. عينك عليهم ليه يا بابا؟ جريو يمين ولا شمال يا سلمى؟ شمال. حصلين يا سلمى.